أي خدمة؟ من فضلك الأسامي اللي مكتوبة في الورقة دي بيشتغلوا هنا؟ أنت مين يا ست؟ أنا مرات المرحوم كامل أبو الليل، تعرفه؟ كان بيجي هنا بشنطة يبيع بضاعة للموظفين بتوع المصلحة بالقسط. هو كامل أبو الليل مات؟ إمتى اللي حصل؟ يجي من أسبوعين كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حد قال لنا. بقي في حياتك، شدي حيلك. تعيش يا أخوي. تاني مكتب على ايدك الشمال ده. ايوه صباح الخير. صباح الخير. ايوه يا ست، يلزم خدمه؟ انا مرات المرحوم كامل ابو الليل. كامل ابو الليل توفى؟ البقيه في حياته. شد ايدك. شد على الله. والنبي يا جماعه، في شويه حسابات كده كانت بينك وبين المرحوم، انا جايه لمها. حسابات؟ حسابات ايه؟ هو حضرتك اسمك ايه بالظبط؟ وانت عاوزه تعرفي اسمي ليه؟ عايز اعرف اسمك ليه عشان اشوف عليك كام. انا ما كانش عليا حاجه، وبعدين انا ما كنتش بتعامل وياه. ما كنتش بتتعامل معاه. استاذ فرج الشهاب. انا يا ستي فرج الشهاب. حضرتك عليك 74 جنيه. طب وايه المطلوب؟ المرحوم كان عليه ديون كتير قوي للتجار، انا بلم الديون. ايوه يا ستي، بس انا ما اقدرش ادفع المبلغ ده كله مره واحده. طب حضرتك تقدر تدفع كام بالظبط، ولا تقسطهم، ولا تعمل ايه؟ بص يا ستي، انا معايا دلوقتي 10 جنيه، اتفضلي. 10 جنيه؟ بقول لحضرتك 74 جنيه، تقولي 10 جنيه؟ ايوه يا ستي، طب اعمل ايه؟ ما هو ده اللي انا كنت بدفعه كل اول شهر. طيب شكرا. الاستاذ عبد الله، حضرتك الاستاذ عبد الله؟ لا. حضرتك؟ لا. حضرتك الاستاذ عبد الله؟ لا. يا جماعه ما تدوخونيش، ما ينفعش كده، حرام عليكم. طب حضرتك الاستاذ عبد المنعم؟ لا انا عبد المنعم ومعيش فلوس واحنا اخر الشهر. طيب براحتك. وحضرتك بقى مش عايز تدفع خالص. انت جايه ترمي بلاك عليا؟ قلت لك انا ما كنتش بتعامل مع جوزي، وبعدين انا بجيب حاجاتي من اكبر محلات في البلد. ارمي بلايا عليك؟ طب انا حسيبك بقى لضميرك، وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقى كامل ابو الليل اللي كان كحيان ده كان متجوز دي؟ انت ايه يا اخي، مش مكسوف من نفسك؟ انت يعني عليك كام؟ ولا كده فرق، كل واحد يخليه في نفسه بقى، مش عايزين بقى مواعظ. انا مسدده كل حسابي، وما كانش له عندي ولا مليم. لا يا مدام فات، حضرتك عليكي 85 جنيه. كدابه. هو انت عشان جوزك مات جاي تتبلي علينا؟ ثم تعالي هنا، احنا مش ضمننا ان انت كنت مرات كامل ابو الليل. قصدك ايه يا مدام؟ قصدي انك كدابه ونصابه. معلش، ربنا يسامحك. كفايه بقى يا فاتن، حرام عليكي. مش كده، الست جايبه الحسابات كلها مظبوطه. هي يعني كانت عرفت اسامينا منين؟ طب الراجل جوزها اتسرق رسماله، دلوقتي هي هتعيش منين؟ نسوان ما بتغلبش يا معلم، احنا بس اللي بنشقى ويتقطع نفسنا على ما نمسك القرش، وفين وفين على ما نقفشه ونحطه في جيوبنا. انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ هو انا سالتك انت بتجيب فلوسك منين؟ انا بسالك عن الوليه دي اللي ما بقاش عندها حد يعولها. الله يا معلم، ما انا قلت لك النسوان ما بتغلبش. ايوه، يعني هنعمل ايه؟ الله، وانت مهتم بيها قوي كده ليه يا معلم؟ الله، مش بنت حتتي وحالها يهمني. والله يا اخويا لو كان حالها يهمك رش عليها رشه. ارش عليها ايه؟ رش عليها رشه فلوس يعني، هترش عليها ميه ولا هي فنجره بقه بس؟ عليا النعمه، انت راجل ناقص. الله 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 الله، وليه الغلط ده يا فتوح؟ هو انا لسه غلطت فيك؟ ده انا هسمعك اللي انت عمرك ما سمعته في حياتك. الله 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 الله،
ايه الحكايه يا معلم؟ الحكايه ان كلامك مش عاجبني. الله يا عم، وانا دوست لك على طرف؟ ما انا قاعد في حالي بتفرج على اللي رايح واللي جاي. انت اللي جيت وسين وجيم سين وجيم على الوليه اللي اسمها زينات. افتكرتك بني ادم وبتفهم. وايه طلعت زيك ولا ايه؟ بقول لك ايه، غور غور من قدامي دلوقتي قبل ما تقلب بنكد وتربقها فوق دماغك. خلاص 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 همشي، بس عايز اقول لك حاجه بقى قبل ما امشي. لعلمك بقى فتوح، انا هرشك كويس قوي. انت عينك من الوليه دي، بس خلي بالك يا حبيبي، الوليه دي عايزه راجل مش حلوف. اشوفك امس يا ابن ال... هلا راح فين زينو؟ راح فين؟ ايوه ابله زينات. ازيك يا غلاء؟ الحمد لله. اتفضل. حمدي موجود؟ اه موجود. مش كمال جه قابل بابا امبارح؟ اقول مبروك. مين يا دلال؟ ادي ابله زينات قرر فتح امبارح. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ست فاطمه. اتفضلي يا ست زينات. بشكرك. عامله ايه يا حبيبتي؟ اه والله لايصه، مش عارفه اعمل ايه. قلت اجي اشوف حمدي اشوره. تشربي ايه؟ لا ولا حاجه اشكرك. اعملي كوبايتين شاي يا دلال، وقولي لاخوكي حمدي يجي للست زينات عشان هي عايزاه. حاضر. مبروك لدلال. هي لحقت قالت لك كمال كان عايز يعمل الشبكه الاسبوع الجاي، بس حمدي ما وافقش. وما وافقش ليه؟ قال ما يصحش، عمي كامل لسه ما ربعنش. يا ست فاطمه، الولاد ذنبهم ايه؟ انت بتقولي ايه يا زينات؟ ده احنا اكتر من اهل. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، انتوا فعلا زي اهلي. اهلا. ازيك يا ست زينات؟ ازيك يا حمدي؟ عامله ايه؟ انت خارج ولا ايه؟ عندنا بطشيه ليله. قولي لي اخبارك ايه؟ كنت لسه بحكي لمامتك لايصه، مش عارفه الم فلوس المرحوم خالص. طلبت الناس؟ طلبتهم. نص الناس مش عايزه تدفع. ومش هيدفعوا، دي ديون ملهاش اي اثباتات، كل واحد وضميره بقى. لا الناس ما بقاش عندها ضمير خالص. معلش حاولي معاهم مره تانية، الناس بقى حاله تعبان قوي. طب وهي ذنبها ايه؟ اللي قولي يا حمدي، انت ما تقدرش تساعدها عشان تلاقي فلوسها دي؟ انا ما اتاخرش عنها ابدا، بس القانون له حدود، والحدود دي ملهاش حل غير ضمير الناس. مفيش غير طريقة واحدة عشان تاخدي فلوسك اللي عايزة تحصليها من الزباين. اعمل ايه يا حاج دبرني؟ اللي حصل معاكي ده بيحصل معانا في تجارة الجملة. يجي تاجر القطاعي يختار ويشيل البضاعة اللي تلزمه، ولما تيجي تطلبي بالفلوس بعد كده يقولك السوق مخسر ومش قادر ادفع. تسيبيه وما تديلوش حاجة؟ لا طبعا، لازم ياخد بضاعة عشان يشتغل، بس المهم يسدد القديم قبل كده. مش فاهمة أي حاجة يا حاج، نورني. يعني تمشي في كار المرحوم. يعني اسرح بشنطة يا حاج؟ هو شغل عيب، لا سمح الله. الراك يكون شغل شريف، وديك عرفت الزبائن. سغللي عينيهم بحاجات جديدة، وتقولي لهم ادفعوا القديم الأول والجديد براحتكم، مفيش حد هيقول لك لا. طب واللي قالوا لي مالكيش عندنا اي حاجه؟ تجس ميتهم برضه، ولو ما رضيوش يدفعوا اي حاجه في الاول سيبك منهم، دول لا مؤاخذه ما عندهمش ضمير، وياكلوها ولعه والعياذ بالله. طب والتجار هيدوني بضاعه قبل ما اسدد الديون القديمه؟ فتحي مخك معايا، على قد ما تبيعي على قد ما تشتري، يعني على قد ما تقدري تسددي اللي عليك تاخدي بضاعه برضه. وانا زي ما قلت لك انا تحت امرك، وحوص عليك التجار كمان. يا اختي ان شاء الله يخليك ليا يا حاج، ولا يحرمني منك ابدا. انت طبعا محتاجه شنطه كبيره. الشنطه دي بقى يا حاج انا شايله همها، المرحوم دفع فيها يجي 100 جنيه. ولا يكون عندك فكره، انا هجيب لك شنطه من عندي تشتغل بيها. اشربي الكركديه.